عسانة يا ربي. صباح الخير يا جماعة، أنا ريما، هذا تختي وهي غرفتي، رح أحكي لكم قصتي اليوم. صحيح أنا نعسانة شوي ولساتني هلأ فايقة من النوم، بس يلا رح أحكي لكم. أنا ريما، بدرس بجامعة سنة ثالثة بكلية العلوم، مخطوبة وخطيبي بحبني كتير هالقد. أمي الله يرحمها وأبي وأخواتي مسافرين لبرا البلد وتركوا لي هذا البيت يلي أنتو شايفينه. إذا حبيتوا حكاياتي لا تنسوا أن تحطوا لي لايك وتنضموا لعائلتي الحلوة وتشتركوا بقناتي وتكتبوا لي نصايحكم وتعليقاتكم علي تحت بخانة التعليقات. بتمنى أنكم أنتوا تساعدوني بكل خطوة بحياتي. وبس يا ربي، حاسة أني نسياني شي، ما عم بتذكر شو هو. ساعة 8 ونص، الساعة 9 دوامي مستحيل لحي، لازم أركض. يا ربي شو لازم أعمل أول شي؟ طالعة ريحتي، لازم اول شي اتحمم وسشور شعري والبس مكياج. يلا لازم اسوي كل شي بسرعه مشان ما اتاخر. خلصت حمام، هلا صارت الدنيا كلها يا بخار. فرجيني قد الساعه. صارت الساعه 58 دقيقه، باقي 10 دقائق مستحيل لحق. يا امي شو صاير لي؟ صايره عم اعطس هالقد؟ اوف، يلا بدلت ثيابي وصرت جاهزه لحتى اروح على الجامعه. هذا هو بيتي، بتشوفوه من برا، هو حلو وكبير، بتشوفوه بس لا ارجع لاني انا متاخره. وهي حديقه بيتنا بس لسه ما زرعت فيها كثير ورد، اكتبوا لي شو في انواع ورد حلوه ممكن ازرعها لحتى تصير الحديقه احلى واحلى. وهي هي سيارتي، جاب لي اياها بابا لما نجحت وطلعت من الاوائل. هلا صحيح هي صغيره بس انا كثير بحبها. معلومة عني يا جماعة، أنا كتير بحب السواقة ودائما بطلع وبروح مشاوير أنا ورفقاتي، يعني منتسلى وحافظة كل قوانين السير وبعمري ما أكلت مخالفة. يا خنزير الفراري، الإشارة حمراء، وين عم تقطع؟ مو شايفني مارقة؟ هفيا، مو طبيعيين شو مستفزين هالعالم. المهم أنا هلأ رايحة أجيب رفيقتي وطالعين أنا وياها على الجامعة، هلأ بس بدي لحق لأنه ما ضل في وقت وتأخرنا. ها ليكا سالي، هي ليكني تعالي. لك شو وينك؟ صار لي ساعة ناطرتك تحت بالبناية، ما كنتي تنزلي. لك حاش كذبي يا ريما، كنت واقفة على الشباك وشفتك انه هلأ اجيتي، اوكي ما تكذبي. حبيبتي فوق ما انا طارقة مشوار وجاية اخذك، بكفي متأخرين على الجامعة وحناكل بهدلة من تحت راسك. هي هي جامعتي، جامعة تاون هول العالمية، درست فيها 3 سنين وبالثلاث سنين طلعت فيهم الأولى، عندي رفقات كتير وفيها الدكاترة كلياتهم بحبوني، هلا مو كلهم بس يعني أغلبهم. فيلا تعالوا معي لحتى نشوف الجامعة سوا وتشوفوا شو بيصير معي. دخلي؟ مين أول دكتورة بدها تعطينا اليوم؟ والله نسيت. جاية دكتورة الكيمياء، هيك بتوقع كان البرنامج. هف يا ربي، ما لقيتوا غير هالمادة تحطوها أول حصة؟ دكتورة هاي المادة كتير غليظة ومتحططة علي، وكل ما تشوفني بتتخانق معي وبتجي بتقلي يا ريما وين محاضراتك؟ يا ريما وين حلقات البحث تبعي؟ يا ريما كأنه تأخرتي شوي على الحصة؟ هف، عن جد إنه غليظة وما بتنطق. لك حاجتك لعي، خلاص لك شوي تبلش الحصة، يلا جهزي حالك منيح. هف يا الله، الله يمضي اليوم على هذا على خير وما تطلع لنا بشي قصة. هلأ بقى حتجي آنسة الكيمياء ولي على قامتي حصة كاملة من الرعب مثل دراكولا. لك اسكتي وليه؟ خرب بيتك، هلا بتيجي بتسمعنا ما بتعرفيها هي قدنيها مشطفة. ليك اجت سكور القط بيقوم بنطخ طيارة النحس. صباح الخير يا طلاب. صباح النور. النور. انسي انسي، معلش قوم على الحمام. لك اسكتي اسكتي يا هبلة، سدي بوزك فضحتينا، يخرب بيتك. لك هي جامعة ما بتروحي فيها على الحمام وبتصرخي على كل الصف انك بدك تقومي، بتستني المحاضرة لتخلص وبعدين بتفوتي على الحمام، وبعدين اسمها دكتورة مو انسة يا هبلة. دقيقتين ما بترجعي رح تطلعي برا القاعة. وانتي يا ريما شو ما كتبتي حلقة البحث اللي اعطيتك اياها؟ حلقة البحث؟ بلا كتبتها. يا ربي شو بدي اقول هلا؟ كتبتها يا دكتورة بس ليكي شو صار نسيتها بالبيت. لا اله الا الله، خلص بكفي، كل مرة بعطيكي وظيفة بتتحججي ويا دكتورة نسيتها بالبيت ويا دكتورة نسيتها بالسيارة، على هالحالة انت حترسبي بعندي بهالمادة. والله يا دكتورة صدقيني والله نسيتها بالبيت، والله العظيم كتبتها يا ربي، صدقيني مشان الله.
حبيت الجامعة أكل كتير طيب مو؟ عن جد كتير طيب، بس شبك أنت اليوم هيك حاستك شوي مو على بعضك، فيك شي؟ لا لا ما في عندي شوية مشاكل، بس ما بدي وجع لك رأسك فيها. لك ريما احكي لي شباكي، أنا رفيقتك، معقول ما تحكي لي؟ يعني لمين بدك تحكي؟ أوف، هلا أنت رفيقتي من زمان، خلص رح أحكي لك. بتعرفي إنه أبي مسافر وكل شهر عم يبعت لي مصاري، بس ما عم يكفوني أبداً، وما لي حابة أطلب منه زيادة، وبخاف يكون ما معه، فعم حاول أدور على شغل، بس المشكلة كتير خايفة إني ما أقدر لحق أشتغل وأدرس بنفس الوقت. هي هي المشكلة، فهمتي علي؟ لك بسيطة، هي هي مشكلتي، خوفتيني على فكرة، يعني فكرت صاير معك شي فظيع. اف عن جد تضربي فوق ما عم بحكي لك، عن جد انك غليظة، فكرتك رفيقتي ورح تفهميني، هي مشكلة كتير كبيرة. يا الله ليش هيك عم بسعول، شكله في حدا عداني. خلص المهم، ليكي عمي فاتح شركة جديدة والشركة كتير حلوة وطالب موظفين جداد، فشو رأيك روح حكي لك عمي تصيري مديرة بالشركة؟ تخيل يعني الاسم لحاله بيشل، المديرة ريما. يا عن جد عم تحكي؟ طيب امتى فيني اعمل مقابلة معه؟ بكرة الساعة 3 رح مر عليكي واخذك، اوكي؟ شو؟ بكرة الساعة 3 حبيبتي؟ إيه لا ما حذرتي، هلا بدنا نقوم. طفراني عمل لك، ما معي مصاري؟ يلا خلصيني. يلا طيب اوكي، بس خلينا نطلب الحساب على المقلية. اكيد اللي انت رح تدفعي مو؟ لانه انا ما معي مصاري. يعني ضروري كنتي تخليني ارجع على البيت غير ثيابي وركز شعري؟ ايش ولوين رايحه انا على عرس؟ طب لكن تروحي على مقابله شغل بهيك ثياب وهيك شعر وكانك فايقه من النوم ريما. اوف طيب ماشي سكتت. ليكي شو رايك تحكي لي على الشغل؟ يعني وين الشركه؟ قدير الراتب؟ مين المدير؟ خلص حبيبتي، لا تصلي بتعرفي كل شيء. بس ليكي شو هاي السيارة تبعك، ليش كتير معفنة وكلها زبالة وأناني مي مشلوفة وسيديات؟ يعني ليش مو مرتبتيها ومنظفتيها مثل البنات المحترمات؟ بلا شو؟ ليكي هاي سيارتي وقوعك تحكي عليها. ها بلا بصف على اليمين وبنزلك، لا تضايقيني. ها بلا شو بدك تنزليني؟ اي يلا صفي، تضربي انتي واللي بده يلاقي لك شغل. شو؟ لا حبيبتي عم امزح معك انا، تعي شو هالحكي، رفيقتي انت حبيبتي، عم ناخد ونعطي، عم نهزل ورد لنشمه، شو ما بتلقي مزرعة خرب بيتك. يلا لك 100 متر على ايدك اليمين لقدام ومنلاقي الشركة. هف مو طبيعي، صار لنا ساعة ونص ونحن قاعدين عم نستنى، لك هي مو شركة عمي، لك قومي حاكي ونهزيلي طولك، عملي لك شي حركة، طقت روحي. عن جد يا الله مو طبيعي كتير طوال. طب اسمعي ريكي، اذا ما حدا اجا خلال 5 دقايق حروح وقل له ما رح اسكت. يا حبيبي 5 دقايق؟ لك مو شايفة كل هالعالم اللي حوالينا؟ اكيد في مليون حدا قبلي. يرجى من الان سريمة مراجعة مكتب المدير. خلص ريكي عم يقولوا اسمك، يلا قومي حاجة. مساء الخير يا استاذ، ممكن ادخل؟ مساء النور، تفضلي شرفي. أنا ريما، اجيت لحتى أقدم على الوظيفة بهاي الشركة. تمام، والسي في تبعك وينه؟ السي في عندك على الإيميل؟ أوكي. هلأ السي في تبعك ماشي حاله، بس شو عندك مهارات تانية؟ يعني فينا نستفاد منها؟ هلأ أولاً أنا اسمي ريما، رفيقة سالي، ما بعرف إذا خبرتك هي بنت أخوك. بالنسبة للخبرات والمهارات عندي كتير، مثل أنا مثل الزبدية الصيني، يعني بعرف أطبخ وبعرف أكنس وبعرف أمسح وأجلي، يعني من ما جميعه فيك تقول. الله لا يوفقني والله، وبعد هيك مواصفات لا يحطوني بالشركة، كل شيء إلا الإدارة. قصدي يا أستاذ، أنا بعرف أشتغل على الكمبيوتر، على الوورد، على الإكسل، وبعرف نزل كتير ألعاب، عبيلك اللابتوب كله ألعاب. اوكي حلو، قلتي لي يعني بتعرفي تنزلي الالعاب لكن. اي والله يا استاذ بعجبك. امتى بتحبي تستلمي الشغل؟ هلا هو يا استاذ انا بستلمه باي وقت، ما عندي مشكله، بس مو بدك تخبرني بالاول شو طبيعه الشغل؟ طيب حاحكي لك، نحن شركتنا تابعه لليوتيوب، عندنا قناه كتير كبيره وفي عليها دعم منيح، والموظفين هون شي بيشتغل على المونتاج، شي بيشتغل على الافكار، وانت حاليا حنحطك بمكان تشتغلي على التدقيق. هاتشي سوري، بس كنت عم اقول لك انك حتستلمي قسم التدقيق،
يعني صحة اي شيء فيديو بتشوفيه بتدققي، بتشوفي اذا في اغلاط بتبعتي لنا اسم الفيديو على الايميل مع الاغلاط. واذا لقينا يا ريما شغلك تمام فيكي انت تصوري او حتى انت تمنجي. اوه كتير حلو. طيب اوكي لكن اتفقنا، بس وين المكتب تبعي؟ مكتبك صاير بالطابق الثالث على ايدك اليمين، المكتب الخامس. المكتب الخامس، اوكي ماشي. ايدي اليمين، ايدي اليمين، المكتب الخامس. وين هو؟ ليكو، هذا هو مكتبي. اوف يا لطيف، كل هاي الفيديوهات بدي اقعد دققن هلا. والله شكله راحت علينا، اكلنا كاكا، ولازم خلصنا اليوم كمان، يا ربي. مرحبا يا حلوة، انت جديدة هون بالشغل؟ استغفر الله العظيم على هالنهار، ما فهمت يعني انت شو بدك مني بالضبط؟ عندي شغل مالي فاضي تلك. حبيتك من اول نظرة بصراحة، خلينا نتعرف اكتر على بعض. لك حل عني حل عني، عندي شغل مالي ملحقته، وليك ها انا مخطوبة على فكرة، بقى ما تقرب لي من هلا عم قلك. هف مو طبيعي، ناس بلا ذوق، شو هالشركة هي؟ يا ربي حاليا كيف بدي لحق كل هدول الفيديوهات؟ واخيرا وصلت على البيت بعد يوم شغل طويل. العمى ليش هيك الطريق كله عدمي وبيخوف؟ ليش اغلية البيت شغالة؟ معقول في حدا جوا؟ لا لا مستحيل، اكيد انا نسيانته. فكري يا ريما فكري منيح، تخيلي لاقي حرامي جوا، شو بدي ساوي؟ بس انا ما بتذكر انه انا نسيت الاضوية شغالة. العمى ليكون عن جد في حرامي جوا، واذا في حرامي شو بدي اعمل بحالي؟ لا 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 هدي ريما، لازم اتشجع وفوت لجوا. يلا يا ريما انت قوية. شو هاي؟